بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: وإذا الموءودة سئلت. قال ابن كثير رحمه الله وقال أحمد رحمه الله أيضا: حدثنا إسحاق الأزرق أخبرنا عوف حدثتني حسناء ابنة معاوية الصريمية عن عمها رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله من في الجنة؟ قال: النبي في الجنة، والشهيد في الجنة، والمولود في الجنة، والموؤودة في الجنة. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبي، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا قرة قال: سمعت الحسن يقول رحمه الله: قيل يا رسول الله من في الجنة؟ قال: الموؤودة في الجنة. هذا حديث مرسل من مراسيل الحسن رحمه الله، ومنهم من قبله. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثني أبو عبد الله الظهراني، حدثنا حفص بن عمر العدني، حدثنا الحكم ابن أبان عن عكرمة قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: أطفال المشركين في الجنة، يعني الذين ماتوا وهم صغار، لأن كل مولود يولد على الفطرة، فمن زعم أنهم في النار فقد كذب. يقول الله عز وجل: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هي المدفونة. المشركون في الجاهلية كانوا يدفنون البنات، فيسأل الوائد توبيخا له وعقابا له والعياذ بالله. وقال عبد الرزاق رحمه الله: أخبرنا إسرائيل عن سماك بن حرب عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قوله: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، قال: جاء قيس ابن عاصم رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني وأدت بنات لي في الجاهلية. فقال: اعتق عن كل واحدة منهن رقبة. قال: يا رسول الله، إني صاحب إبل. قال: فانحر عن كل واحدة منهن بدنة، أي بعير، لعل الله سبحانه يكفر عنك، لأن المسلم الإسلام يجب ما قبله. المسلم الكافر إذا أسلم يغفر الله له، وأمره أن يتصدق بذلك. قال الحافظ أبو بكر البزار رحمه الله: خولف فيه عبد الرزاق، ولم نكتبه إلا عن الحسن بن مهدي عنه. وقد رواه ابن أبي حاتم رحمه الله. فقال: أخبرنا أبو عبد الله الظهراني فيما كتب إلي قال: حدثنا عبد الرزاق، فذكره بإسناده مثله، إلا أنه قال: وأدت ثمان بنات لي في الجاهلية. وقال في آخره: فأهدي إن شئت عن كل واحدة بدنة، يعني انحر عن كل واحدة فدية بعير. ثم قال: حدثنا أبي، حدثنا عبد الله بن رجاء، حدثنا قيس بن الربيع عن الأغر بن الصباح عن خليفة بن حسين قال: قدم قيس بن عاصم رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني وأدت
اثنتي عشرة ابنة لي في الجاهلية أو ثلاث عشرة، قال اعتق عددهن نسما، اعتق عددهن رقاب، قال فأعتق عددهن نسما أي رقابا، فلما كان في العام المقبل جاء بمئة ناقة فقال يا رسول الله هذه صدقة قومي على إثر ما صنعت بالمسلمين. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه فكنا نريحها أي الإبل ونسميها القيسية يعني التي جاء بها قيس. وقوله تعالى وإذا الصحف نشرت، قال الضحاك رحمه الله أعطي كل إنسان صحيفته بيمينه أو بشماله، وقال قتادة رحمه الله صحيفتك يا ابن آدم تملى فيها ثم تطوى ثم تنشر عليك يوم القيامة، فلينظر رجل ماذا يملي في صحيفته. فعلينا أن نتقي الله ونكثر من الأعمال الصالحة ونستغفر الله ونتوب إلى الله. اللهم اغفر لنا يا أرحم الراحمين وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقوله عز وجل وإذا السماء كشطت، قال مجاهد رحمه الله اجتذبت، وقال السدي رحمه الله كشفت، وقال الضحاك رحمه الله تنكشط فتذهب. وقوله تعالى وإذا الجحيم سعرت، قال السدي رحمه الله أحميت، وقال قتادة رحمه الله أوقدت، قال وإنما يسعرها غضب الله وخطايا بني آدم. وقوله تعالى وإذا الجنة أزلفت، قال الضحاك وأبو مالك وقتادة والربيع بن خثيم أي قربت إلى أهلها. اللهم اجعلنا من أهل جنة الفردوس برحمتك وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقوله تعالى علمت نفس ما أحضرت، هذا هو الجواب أي إذا وقعت هذه الأمور حينئذ تعلم كل نفس ما عملت وأحضر ذلك لها، كما قال تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. اللهم اغفر لنا وارحمنا يا رب العالمين وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقال تعالى ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. قال ابن أبي حاتم رحمه الله حدثنا أبي حدثنا عبدة حدثنا ابن المبارك أخبرنا محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن أبيه رحمه الله قال لما نزلت إذا الشمس كورت، قال عمر رضي الله عنه لما بلغ علمت نفس ما أحضرت، قال لهذا أجر الحديث أي ذكر الله هذه الآيات لهذا علمت نفس ما أحضرت. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واغفر لنا وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. اللهم اجعلنا من أهل الاستقامة بفضلك وجودك وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. روى مسلم رحمه الله
في صحيحه، والنسائي رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية من حديث مسعر بن كدام عن الوليد بن السريع عن عمرو بن حريث رضي الله عنه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم الصبح وسمعته يقرأ: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس. ورواه النسائي رحمه الله عن بندار عن غندر عن شعبة عن الحجاج بن عاصم عن أبي الأسود عن عمرو بن حريث رضي الله عنه به نحوه. قال ابن أبي حاتم وابن جرير رحمهم الله من طريق الثوري عن أبي إسحاق عن رجل من مراد عن علي رضي الله عنه: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، قال: هي النجوم تخنس بالنهار، أي تختفي بالنهار وتظهر بالليل. الخنس النجوم تخنس بالنهار، أي تختفي وتظهر بالليل. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثنا ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن سماك بن حرب، سمعت خالد بن عرعرة، سمعت عليا رضي الله عنه، وسئل عن: لا أقسم بالخنس الجوار الكنس، وقال: هي النجوم تخنس بالنهار أي تختفي، وتكنس بالليل أي تظهر. حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن خالد عن علي رضي الله عنه قال: هي النجوم. وهذا إسناد جيد صحيح إلى خالد بن عرعرة وهو السهمي الكوفي. قال أبو حاتم الرازي رحمه الله: روى عن علي رضي الله عنه، وروى عنه سماك والقاسم بن عوف الشيباني، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، لأن لم يبين هل هو ثقة أم لا، والله أعلم. وروى يونس عن إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه أنها النجوم، رواه ابن أبي حاتم. وكذا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما رحمه الله ومجاهد والحسن وقتادة والسدي وغيرهم رحمهم الله أنها النجوم، الخنس النجوم. تختفي بالنهار وتظهر بالليل. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار حدثنا هوذا ابن خليفة حدثنا عوف عن بكر بن عبد الله رحمه الله في قوله تعالى: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، قال: هي النجوم الدراري، أي التي لها نور التي تجري. وقال بعض الأئمة رحمهم الله: إنما قيل للنجوم الخنس، أي في حال طلوعها، ثم هي جوار في فلكها تجري في فلكها، وفي حال غيبوبتها يقال لها كنس، إذا غابت يقال لها كنس من قول العرب: أو الظبي إلى كناسه إذا تغيب فيه، الظبي الغزال. وقال الأعمش رحمه الله عن إبراهيم رحمه الله قال: قال عبد الله رحمه الله: فلا أقسم بالخنس، قال: بقر الوحش. وكذا قال الثوري عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة عن عبد الله رضي الله عنه: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، ما هي يا عمرو؟ قلت: البقر، قال: وأنا أرى ذلك. وكذا روي وكذا روى يونس بن أبي إسحاق عن أبيه رحمهم الله. وقال أبو داود الطيالسي رحمه الله عن عمرو عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: الجوار الكنس، قال: البقر الوحش، تكنس إلى الظل. وكذا قال سعيد بن جبير. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: هي الظباء،
الغزال، وكذا قال سعيد أيضا ومجاهد والضحاك رحمهم الله، وقال أبو الشعثاء جابر بن زيد رحمه الله هي الظباء والبقر، وقال ابن جرير رحمه الله حدثنا يعقوب حدثنا هشيم أخبرنا مغيرة عن إبراهيم ومجاهد أنهما تذاكرا هذه الآية رحمهم الله: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. وقال إبراهيم رحمه الله لمجاهد رحمه الله: قل فيها بما سمعت. قال: فقال مجاهد رحمه الله: كنا نسمع فيها شيئا وناس يقولون إنها النجوم. قال: فقال إبراهيم رحمه الله: قل فيها بما سمعت. قال: فقال مجاهد: كنا نسمع أنها بقر الوحش حين تكنس في حجرتها. قال: فقال إبراهيم: إنهم يكذبون على علي رضي الله عنه، هذا كما رووا عن علي رضي الله عنه أنه ضمن الأسفل الأعلى والأعلى الأسفل. وتوقف ابن جرير رحمه الله في قوله الخنس الجوار الكنس، هل هو النجوم أو الظباء وبقر الوحش؟ قال: ويحتمل أن يكون الجميع مرادا. وقوله تعالى والليل إذا عسعس فيه قولان: أحدهما إقباله بظلامه، إذا أقبل الليل بظلامه. قال مجاهد رحمه الله: أظلم عسعس أظلم. وقال سعيد بن جبير رحمه الله: إذا نشأ أي بدأ. وقال الحسن البصري رحمه الله: إذا غشي الناس يعني بظلامه. وكذا قال عطية العوفي. وقال علي بن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: إذا عسعس إذا أدبر، الليل إذا أدبر. وكذا قال مجاهد وقتادة والضحاك رحمهم الله. وكذا قال زيد بن أسلم وابنه عبد الرحمن رحمهم الله: إذا عسعس أي إذا ذهب فتولى. وقال أبو داود الطيالسي رحمه الله: حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري سمع أبا عبد الرحمن السلمي قال: خرج علينا علي رضي الله عنه حين ثوب المثوب في صلاة الصبح، يعني أقام إقامة الصلاة، فقال: أين السائلون عن الوتر؟ والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. هذا حين أدبر حسن، يعني إذا ذهب الليل. وقد اختار ابن جرير رحمه الله أن المراد بقوله إذا عسعس إذا أدبر أي إذا أدبر الليل، قال: لقوله والصبح إذا تنفس أي أضاء، واستشهد بقول الشاعر أيضا: حتى إذا الصبح له تنفس وانجاب عنها ليلها وعسعس أي أدبر. وعندي أن المراد بقوله عسعس إذا أقبل أي إذا أقبل الليل، وإن كان يصح استعماله في الإدبار، لكن الإقبال هاهنا أنسب، كأنه أقسم تعالى بالليل وظلامه إذا أقبل، وبالفجر وضيائه إذا أشرق، كما قال عز وجل: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. وقال تعالى: والضحى والليل إذا سجى. وقال عز وجل: فالق الإصباح وجعل الليل سكنا، وغير ذلك من الآيات. وقال كثير من علماء الأصول أي أصول الفقه: إن لفظة عسعس تستعمل في الإقبال والإدبار على وجه الاشتراك، وعلى هذا يصح أن يراد كل منهما إذا أقبل أو إذا أدبر، والله أعلم. قال ابن جرير رحمه الله: وكان بعض أهل المعرفة بكلام العرب يزعم أن عسعس دنا من أوله وأظلم. وقال الفراء: كان أبو البلاد النحوي ينشد بيتا: عسعس حتى لو يشاء الدنا كان له من ضوئه مقبس، يريد لو يشاء إذا دنا.
أضغم الذال في الدال إذ دنا. وقال الفراء: وكانوا يرون أن هذا البيت مصنوع. وقوله: والصبح إذا تنفس، قال الضحاك رحمه الله: إذا طلع. وقال قتادة رحمه الله: إذا أضاء وأقبل. وقال سعيد بن جبير رحمه الله: إذا نشأ، وهو المروي عن علي رضي الله عنه. وقال ابن جرير رحمه الله: يعني وضوء النهار إذا أقبل وتبين. وقوله تعالى: إنه لقول رسول كريم، يعني إن هذا القرآن لتبليغ رسول كريم، كلام الله جبريل يبلغه، أي ملك شريف حسن الخلق بهي المنظر، وهو جبريل عليه الصلاة والسلام. قاله ابن عباس رضي الله عنهما والشعبي وميمون بن مهران والحسن وقتادة والضحاك والربيع بن أنس رحمهم الله وغيرهم. الله تكلم وجبريل يبلغ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ذي قوة، كقوله: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، أي شديد الخلق، شديد البطش والفعل، جبريل عليه السلام. عند ذي العرش مكين، أي له مكانة عند الله عز وجل ومنزلة رفيعة عليه السلام. قال أبو صالح رحمه الله في قوله: عند ذي العرش مكين، قال جبريل عليه السلام: يدخل في 70 حجابا من نور بغير إذن، مطاع ثم، أي له وجاهة وهو مسموع القول، مطاع في الملأ الأعلى، الملائكة يسمعون له عليه السلام، مطاع ثم، أي مطاع هناك في السماء، الملائكة يطيعونه عليه السلام. قال قتادة رحمه الله: مطاع ثم، أي في السماوات، يعني ليس هو من أفناء الملائكة، بل هو من السادة والأشراف، معتنى به، انتخب لهذه الرسالة العظيمة، وهو إلقاء الوحي إلى الأنبياء والرسل بأمر الله. وقوله أمين صفة لجبريل عليه السلام بالأمانة، وهذا عظيم جدا، أن الرب عز وجل يزكي عبده ورسوله الملك جبريل عليه السلام، كما زكى عبده ورسوله البشري محمدًا صلى الله عليه وسلم بقوله: وما صاحبكم بمجنون، صلى الله عليه وسلم. قال الشعبي وميمون بن مهران وأبو صالح ومن تقدم ذكرهم رحمهم الله: المراد بقوله وما صاحبكم بمجنون يعني محمدًا صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى: ولقد رآه بالأفق المبين، يعني ولقد رأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام الذي يأتيه بالرسالة عن الله عز وجل على الصورة التي خلقه الله عليها، له 600 جناح بالأفق المبين، أي البين، وهي الرؤية الأولى التي كانت بالبطحاء، وهي المذكورة في قوله: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى. جبريل عليه السلام رأى النبي صلى الله عليه وسلم، رآه النبي على صورته التي خلقه الله عليها، له 600 جناح، عندما نزل من غار حراء، هذه المرة الأولى. وأما الثانية وهي المذكورة في قوله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى. فتلك إنما ذكرت
في سورة النجم، وقد نزلت بعد سورة الإسراء. وقوله تعالى: وما هو على الغيب بضنين، أي وما محمد صلى الله عليه وسلم على ما أنزله الله إليه بضنين، أي بمتهم. ومنهم من قرأ ذلك بالضاد بضنين، أي بخيل، بل يبذله لكل أحد، ليس بمتهم وليس ببخيل. بضنين أي بمتهم، أي لا يتهم، وبضنين أي ليس ببخيل، بل يبينه، يبذله لكل أحد صلى الله عليه وسلم. قال سفيان بن عيينة رحمه الله: ضنين وضنين سواء، أي ما هو بكاذب وما هو بفاجر، والضنين المتهم والضنين البخيل. وقال قتادة رحمه الله: كان القرآن غيبا فأنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم، فما ظن به على الناس، بل بلغه ونشره وبذله لكل من أراده صلى الله عليه وسلم. وكذا قال عكرمة وابن زيد وغير واحد، واختار ابن جرير رحمهم الله قراءة الضاد. قلت: وكلاهما متواتر ومعناه صحيح كما تقدم، ليس بمتهم وليس ببخيل صلى الله عليه وسلم، بل بلغه تماما البلاغ المبين صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى: وما هو بقول شيطان الرجيم، أي وما هذا القرآن بقول شيطان الرجيم، أي لا يقدر على حمله ولا يريده ولا ينبغي له، كما قال تعالى: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. وقوله: فأين تذهبون، أي فأين تذهب عقولكم في تكذيبكم بهذا القرآن مع ظهوره ووضوحه وبيان كونه جاء من عند الله عز وجل، كما قال الصديق أبو بكر رضي الله عنه لوفد بني حنيفة حين قدموا مسلمين وأمرهم، فتلوا عليه شيئاً من قرآن مسيلمة، مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة، الذي هو في غاية الهذيان، أي كلام لا معنى له والركاكة. فقال: ويحكم، أين يذهب بعقولكم؟ والله إن هذا الكلام الذي يقوله مسيلمة لم يخرج من إل، أي من إله. مسيلمة الكذاب قاتله الله يقول: يا وبر يا وبر، إنما أنت أذنان وصدر، وسائرك حفر النقر. ماذا نستفيد من هذا الكلام الفارغ؟ هذا قرآن مسيلمة قاتله الله. وقال قتادة: فأين تذهبون، أي عن كتاب الله وعن طاعته. اللهم وفقنا لتلاوة كتابك والعمل به وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم، وأهلنا وأولادنا والمسلمين. وقوله تعالى: إن هو إلا ذكر للعالمين، أي هذا القرآن ذكر لجميع الناس يتذكرون به ويتعظون. لمن شاء منكم أن يستقيم، أي من أراد الهداية فعليه بهذا القرآن، فإنه منجاة له وهداية، ولا هداية فيما سواه. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، أي ليست المشيئة موكولة إليكم، ومن شاء اهتدى ومن شاء ضل، بل ذلك كله تابع لمشيئة الله عز وجل رب العالمين. اللهم وفقنا لتلاوة كتابك وسنة رسولك والعمل بذلك صلى الله عليه وسلم، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. فعلينا أن نكثر من تلاوة القرآن والحديث والعمل بذلك. قال سفيان الثوري عن سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى رحمهم الله لما نزلت هذه الآية: لمن شاء منكم أن يستقيم، قال أبو جهل قاتله الله:
الأمر إلينا، إن شئنا استقمنا وإن شئنا لم نستقم. فأنزل الله: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. اللهم اهدنا وثبتنا على الهدى يا ذا الجلال والإكرام. تفسير سورة الإنفطار وهي مكية. قال النسائي رحمه الله: أخبرنا محمد بن قدامة، حدثنا جرير عن الأعمش عن محارب بن دهار عن جابر رضي الله عنه قال: قام معاذ رضي الله عنه وصلى العشاء الآخرة فطول، أي طول القراءة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفتان يا معاذ، أفتان يا معاذ، يعني تفتن الناس ألا ترك الجماعة، أين كنت عن سبح اسم ربك الأعلى والضحى وإذا السماء انفطرت، أي اقرأ بهذه السور. وأصل الحديث مخرج في الصحيحين رحمهم الله، ولكن ذكر إذا السماء انفطرت في أفراد النسائي رحمه الله. وتقدم من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن ينظر إلى القيامة رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت. ذكر الله فيها ما يكون يوم القيامة. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا يا رب العالمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. يقول تعالى: إذا السماء انفطرت، أي انشقت، كما قال عز وجل: السماء منفطر به. وإذا الكواكب انتثرت، أي تساقطت. وإذا البحار فجرت. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: فجر الله بعضها في بعض، البحار فجر الله بعضها في بعض. وقال الحسن رحمه الله: فجر الله بعضها في بعض فذهب ماؤها. وقال قتادة رحمه الله: اختلط مالحها بعذبها، أي الحلو بالمالح. وقال الكلبي رحمه الله: ملئت. وإذا القبور بعثرت. قال ابن عباس رضي الله عنهما: بحثت. قال السدي، قال السدي رحمه الله: تبعثر، تحرك فيخرج من فيها. علمت نفس ما قدمت وأخرت، أي إذا كان هذا حصل هذا. وقوله تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، هذا تهديد، لا كما يتوهمه بعض الناس من أنه إرشاد إلى الجواب، حيث قال الكريم حتى يقول قائلهم: غره كرمه. ليس هذا كما يقولون، بل المعنى في هذه الآية: ما غرك يا ابن آدم بربك الكريم، أي العظيم، حتى أقدمت على معصيته وقابلته بما لا يليق، كما جاء في الحديث يقول الله يوم القيامة: ابن آدم ما غرك بي، ابن آدم ماذا أجبت المرسلين. قال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبي، حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان أن عمر رضي الله عنه سمع رجلا يقرأ: يا أيها الإنسان
ما غرك بربك الكريم؟ فقال عمر رضي الله عنه: الجهل، أي غره الجهل. وقال أيضا رحمه الله: حدثنا عمر بن شبة، حدثنا أبو خلف، حدثنا يحيى البكاء، سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول وقرأ هذه الآية: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ قال ابن عمر رضي الله عنهما: غره والله جهله. قال وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما والربيع بن خثيم والحسن رحمهم الله مثل ذلك. وقال قتادة رحمه الله: ما غرك بربك؟ شيء ما غر ابن آدم غير هذا العدو الشيطان. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: لو قال لي ما غرك بي لقلت ستورك المرخاط. وقال أبو بكر الوراق رحمه الله: لو قال لي ما غرك بربك الكريم لقلت غرني كرم الكريم. قال البغوي رحمه الله: وقال بعض أهل الإشارة: إنما قال بربك الكريم دون سائر أسمائه وصفاته، كأنه لقنه الإجابة. وهذا الذي تخيله هذا القائل ليس بطائل، أي هذا كلام غير صحيح، لأنه إنما أتى باسمه الكريم لينبه على أنه لا ينبغي أن يقابل الكريم بالأفعال القبيحة وأعمال السوء. وقد حكى البغوي رحمه الله عن الكلبي ومقاتل رحمهم الله أنهما قال: نزلت هذه الآية في الأسود ابن شريق من الكفار، ضرب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأسود ابن شريق قاتله الله، ضرب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعاقب في الحالة الراهنة، فأنزل الله: ما غرك بربك الكريم. وقوله: الذي خلقك فسواك فعدلك، الحمد لله، أي ما غرك بالرب الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، أي جعلك سويا معتدل القامة منتصبها في أحسن الهيئات والأشكال، الحمد لله. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو النضر، حدثنا حريز، حدثني عبد الرحمن بن ميسرة عن جبير بن نفيل عن بسر بن جحاش القرشي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بصق، أي تفل يوما في كفه ووضع عليها إصبعه، ثم قال: قال الله عز وجل: ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه، يعني من قطرات مني، حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين بردين، أي متكبرا، وللأرض منك وئيد، أي تضرب الأرض برجلك، فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت حتى إذا بلغت التراقي، يعني الموت، قلت: أتصدق وأنى أوان الصدق. فينبغي للمؤمن أن يتصدق وهو صحيح شحيح. وكذا رواه ابن ماجه رحمه الله عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون عن جرير بن عثمان به. قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي رحمه الله وتابعه يحيى بن حمزة عن ثور بن يزيد عن عبد الرحمن بن ميسرة رحمهم الله. وقوله تعالى: في أي صورة ما شاء ركبك، قال مجاهد رحمه الله: في أي شبه أب أو أم أو خال أو عم، لأن الطفل تارة يشبه أباه، وتارة يشبه أمه، وتارة يشبه خاله، وتارة يشبه عمه، لحكمة الله عز وجل. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثني محمد ابن سنان القزاز، حدثنا مطهر بن الهيثم، حدثنا موسى بن علي بن رباح، حدثني أبي عن جدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ما ولد لك
قال: يا رسول الله، ما عسى أن يولد لي إما غلام وإما جارية. قال: فمن يشبه؟ قال: يا رسول الله، من عمي من عسى، من عسى أن يشبه إما أباه وإما أمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندها: مه، لا تقول أنها كذا، إن النطفة إذا استقرت في الرحم أحضرها الله كل نسب بينها وبين آدم. أما قرأت هذه الآية في كتاب الله في أي صورة ما شاء ركبك؟ قال: سلكك. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وهكذا رواه ابن أبي حاتم والطبراني رحمهم الله من حديث مطهر ابن الهيثم به. وهذا الحديث لو صح لكان فيصلا في هذه الآية، ولكن إسناده ليس بثابت، لأن مطهر ابن الهيثم قال فيه: أبو سعيد بن يونس كان متروك الحديث، أي تركه الحفاظ لضعفه. وقال ابن حبان رحمه الله: يروى عن موسى بن علي وغيره ما لا يشبه حديث الإثبات، ولكن في الصحيحين رحمهم الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً قال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاماً أسود. قال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: فهل فيها من أورق، يعني أحمر وأسود؟ قال: نعم. قال: فأنى أتاها ذلك؟ قال: عسى أن يكون نزعه عرق، أن شابه أخواله أو أجداده. قال: وهذا، أي وهذا ولدك، عسى أن يكون نزعه عرق. فاختلاف اللون لا تتهم به المرأة، فالشبه قد يأخذ من بعيد حكمة الله عز وجل. فنفس اللون لا تتهم به المرأة. وقد قال عكرمة رحمه الله في قوله تعالى: في أي صورة ما شاء ركبك، إن شاء في صورة قرد، وإن شاء في صورة خنزير. وكذا قال أبو صالح: إن شاء في صورة كلب، وإن شاء في صورة حمار، وإن شاء في صورة خنزير. الحمد لله الذي صورنا فأحسن صورنا، له الحمد. وقال قتادة رحمه الله: في أي صورة ما شاء ركبك. قال: قادر والله ربنا على ذلك. ومعنى هذا القول عند هؤلاء أن الله عز وجل قادر على خلق النطفة على شكل قبيح من الحيوانات المنكرة الخلق، ولكن بقدرته ولطفه وحلمه بخلقه على شكل حسن، يخلقه على شكل حسن مستقيم معتدل تام حسن المنظر والهيئة. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. وقوله تعالى: كلا بل تكذبون بالدين، أي بل إنما يحملكم على مواجهة الكريم ومقابلته بالمعاصي تكذيب في قولكم بالمعاد والجزاء والحساب، نعوذ بالله من الكفر. وقوله تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، يعني وإن عليكم لملائكة عليهم السلام حفظ كراما، ولا تقابلوهم بالقبائح، فإنهم يكتبون عليكم جميع أعمالكم. فعلينا أن نستغفر الله ونحسن الأعمال. قال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبي، حدثنا علي بن محمد الطنافسي، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان ومسعر عن علقمة بن مرثد عن مجاهد رحمه الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكرموا الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم إلا عند إحدى حالتين: الجنابة والغائط. فإذا اغتسل أحدكم فليستتر بجرم حائط أو ببعيره أو ليستره أخوه. فعلينا أن نكرم الملائكة ونحذر المعاصي. وقد رواه الحافظ
أبو بكر البزار رحمه الله ووصله بلفظ آخر، فقال: حدثنا محمد بن عثمان بن كرامة، حدثنا عبيد الله بن موسى عن حفص بن سليمان عن علقمة بن مرثد عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم عن التعري، لا تتعرى، فاستحيوا من ملائكة الله الذين معكم الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم إلا عند إحدى ثلاث حالات: الغائط والجنابة والغسل. فإذا اغتسل أحدكم بالعراء يعني بالصحراء فليستتر بثوبه أو بجرم حائط أو ببعيره. ثم قال حفص بن سليمان لين الحديث وقد روي عنه واحتمل حديثه. وقال الحافظ أبو بكر البزار رحمه الله: حدثنا زياد بن أيوب، حدثنا مبشر بن إسماعيل الحلبي، حدثنا تمام بن نجيح عن الحسن يعني البصري عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من حافظين يرفعان إلى الله عز وجل ما حفظا في يوم، فيرى في أول الصحيفة وفي آخرها استغفار، إلا قال الله تعالى: قد غفرت لعبدي ما بين طرفي الصحيفة. فعلينا أن نكثر من الاستغفار: اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا يا ذا الجلال والإكرام. الموحد المؤمن ربنا يغفر له بفضله. ثم قال: تفرد به تمام ابن نجيح وهو صالح الحديث، قلت: وثقه ابن معين رحمه الله، وضعفه البخاري رحمه الله وأبو زرعة وابن أبي حاتم والنسائي وابن عدي، ورماه ابن حبان بالوضع أي بالكذب. وقال الإمام أحمد: لا أعرف حقيقة أمره. على كل حال، الاستغفار مطلوب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتب علينا يا ذا الجلال والإكرام، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقال الحافظ أبو بكر البزار رحمه الله: حدثنا إسحاق بن سليمان البغدادي المعروف بالقبل القلوسي، حدثنا بيان بن حمران، حدثنا سلام عن منصور بن زاذان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة عليهم السلام يعرفون بني آدم، وأحسبه قال: ويعرفون أعمالهم، فإذا نظروا إلى عبد يعمل بطاعة الله ذكروه بينهم وسموه، وقالوا: أفلح الليلة فلان، نجى الليلة فلان. وإذا نظروا إلى عبد يعمل بمعصية الله ذكروه بينهم وسموه، وقالوا: هلك الليلة فلان. ثم قال البزار: سلام هذا أحسبه سلام المدائن، وهو لين الحديث. فعلينا أن نكثر من الأعمال الصالحة ونتوب إلى الله من المعاصي. اللهم اغفر لنا وارحمنا يا رب العالمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمين. إن الأبرار لفي نعيم، اللهم اجعلنا منهم، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمين. وإن الفجار لفي جحيم، نسأل الله العافية، يصلونها يوم الدين، وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. اللهم ارحمنا واغفر لنا وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. يخبر تعالى عما يصير الأبرار إليه من النعيم، وهم الذين أطاعوا الله عز وجل ولم يقابلوه بالمعاصي. وقد روى ابن عساكر رحمه الله في ترجمة موسى بن محمد عن هشام بن عمار عن عيسى بن يونس بن أبي إسحاق عن عبيد الله عن محارب عن ابن عمر رضي الله عنهما
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما سماهم الله الأبرار لأنهم بروا الآباء والأبناء، يعني كانوا يحسنون إلى الآباء ويحسنون أدب الأبناء. ثم ذكر ما يصير إليه الفجار من الجحيم والعذاب المقيم، اللهم أجرنا من ذلك. ولهذا قال: يصلونها يوم الدين، أي يوم الحساب والجزاء والقيامة. وما هم عنها بغائبين، أي لا يغيبون عن العذاب ساعة واحدة، ولا يخفف عنهم من عذابها، ولا يجابون إلى ما يسألون من الموت أو الراحة ولو يوما واحد. اللهم أجرنا من عذابك. وقوله تعالى: وما أدراك ما يوم الدين، تعظيم لشأن يوم القيامة، ثم أكده بقوله: ثم ما أدراك ما يوم الدين، ثم فسره بقوله: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، أي لا يقدر واحد على نفع أحد ولا خلاصه بما هو فيه إلا أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ونذكر هاهنا حديث: يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، لا أملك لكم من الله شيئا. وقد تقدم في آخر تفسير سورة الشعراء. ولهذا قال تعالى: والأمر يومئذ لله، كقوله: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وكقوله: الملك يومئذ الحق للرحمن. وكقوله: مالك يوم الدين سبحانه وتعالى. قال قتادة: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. والأمر والله اليوم لله، ولكنه يومئذ لا ينازعه أحد جل جلاله. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. تفسير سورة المطففين، وهي مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. الله أكبر. قال النسائي وابن ماجه رحمهم الله: أخبرنا محمد بن عقيل، زاد بن ماجه وعبد الرحمن بن بشر، قال: حدثنا علي بن الحسين بن واقد، حدثني أبي عن يزيد هو ابن أبي سعيد النحوي مولى قريش، عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم نبي الله صلى الله عليه وسلم المدينة كانوا من أخبث الناس كيلا، يعني يبخسون الناس، فأنزل الله: ويل للمطففين، فحسنوا الكيل بعد ذلك. فيجب على التاجر أن يوفي الكيل والوزن ولا يبخس الناس أشياءهم. فالله توعد المطففين الذين يبخسون الناس أشياءهم. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا جعفر بن النضر بن حماد، حدثنا محمد بن عبيد عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن هلال بن طلق قال: بين أنا أسير مع ابن عمر رضي الله عنه، فقلت: من أحسن الناس هيئة وأوفاه كيلا؟ من أحسن الناس هيئة وأوفاه كيلا، أهل مكة أو المدينة؟ قال: حق لهم، أما سمعت الله يقول: ويل للمطففين؟ وقال ابن جرير رحمه الله: حدثنا أبو السائب، حدثنا ابن فضيل عن ضرار عن عبد الله المكتب عن رجل لم يذكر اسمه عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رجل: يا أبا عبد الرحمن، إن أهل المدينة ليوفون الكيل،
قال: وما يمنعهم أن يوفوا الكيل؟ وقد قال الله عز وجل: ويل للمطففين، حتى بلغ يوم يقوم الناس لرب العالمين. فالمراد بالتطفيف هاهنا البخس، أي النقص في المكيال والميزان، أما إما بالازدياد لنقتضى من الناس، وإما بالنقصان انقضاهم. إذا اشترى يأخذ بالكيل الكامل، وإذا باع ينقص المكيال. ولهذا فسر تعالى المطففين الذين وعدهم بالخسار والهلاك وهو الويل بقوله: الذين إذا اكتالوا على الناس، أي من الناس، يستوفون، أي إذا اشتروا يأخذونه وافيا، أي يأخذون حقهم بالوافي والزائد. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، أي ينقصون. والأحسن أن يجعل كالوا ووزنوا متعديا، ويكون هم في محل نصب، ومنهم من يجعلها ضميرا مؤكدا للمستتر في قوله كالوا ووزنوا، ويحذف المفعول لدلالة الكلام عليه، وكلاهما متقارب. وقد أمر الله تعالى بالوفاء في الكيل والميزان، فقال عز وجل: وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال تعالى: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. وقال تعالى: وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. وأهلك الله قوم شعيب عليه السلام، ودمرهم على ما كانوا يبخسون الناس في المكيال والميزان. ثم قال تعالى متوعدا لهم: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ أي أما يخاف أولئك من البعث والقيام بين يدي من يعلم السرائر والضمائر في يوم عظيم الهول كثير الفزع جليل خطر، من خسر فيه أدخل نارا حامية. اللهم أجرنا من النار. وقوله تعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين، أي يقومون حفاة عراة غرلا، أي غير مختونين، في موقف صعب حرج ضيق ضق على المجرم، ويغشاهم من أمر الله ما تعجز القوى والحواس عنه. قال الإمام مالك رحمه الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه، يعرق ويكون العرق إلى أذنه، جسده كله في العرق. اللهم ارحمنا برحمتك. حتى يغيب أحدهم في رشحه، أي في عرقه، إلى أنصاف أذنيه. اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين. رواه البخاري رحمه الله من حديث مالك وعبد الله بن عون كلاهما عن نافع به رحمهم الله. ورواه مسلم رحمه الله من الطريقين أيضا، وكذلك رواه صالح وثابت بن كيسان وأيوب بن يحيى وعبد الله وعبيد الله بن عمر ومحمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما به. ولفظ الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يزيد أخبرنا ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يوم يقوم الناس لرب العالمين، لعظمة الرحمن عز وجل يوم القيامة، حتى إن العرق ليلجم الرجال إلى أنصاف آذانهم. اللهم ارحمنا واسترنا وأهلنا وأولادنا والمسلمين والأسلمين.